طيب الله مساءكم أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية الإيترية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء المستهلك المعتاد بأهم وأبرز العناوين. لقاء لمناقشة دور الشباب في إعمار البلاد. أنشطة الإيتريين في المهجر. دورة تدريبية للكادر الصحي في إقليم عن سبا. فيروس كورونا يودي بحياة 242 شخصا في يوم واحد. احتواء الحرائق في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية وتلوث الهواء يكلف الاقتصاد ما يقرب من 3 تريليون دولار. أهلا بكم للتفاصيل. نظم في العاشر من فبراير بمدينة مندفرة لقاء لمناقشة دور المجتمع المدني وخاصة الشباب في إعمار البلاد. وشدد السفير تسفى ميكائيل قراهتو من وزارة الخارجية في اللقاء الذي أجراه للشباب العامل على تقدم الشباب في التعليم الأكاديمي واكتساب القدرات الفنية والمهنية في ظل الآفاق المبشرة التي ولجنا إليها. وقال السفير تسفى ميكائيل أن التقير دون إنجاز التأطير الوطني الواعي غير مجدي، مذكرا بأن على الشباب لعب دورا بناء وواعي لإنجاح المهام الوطنية وتقوية تأطيرهم مستفيدين من التاريخ العريق لمجتمعهم، مناشدا إياهم للعمل بجدية لتوريث القيم المجتمعية للأجيال المتعاقبة. وذكر السفير تسفى ميكائيل أن مهمة تنشئة الأجيال الحديثة تعتبر من أولى المهمات الحكومية، مناشدا الشباب لتعزيز التأطير الواعي من أجل تأمين مصالحهم والحفاظ عليها. وفي الكلمة التي ألقاها رئيس الاتحاد الوطني للشباب وطلبة إريتريا السيد صلاح مدين، أوضح فيها أن تقدم البرامج التنموية يتطلب دور فاعل من الجيل الشبابي، كما تعد مهمة قوية للتجمعات الشبابية مهمة آنية لا يمكن الاستغناء عنها. احتفل الإريتريون المقيمون في ستوكهولم السويدية وأمستردام وروتردام الهولنديتين وملبورن الأسترالية بمناسبة الذكرى الثلاثية لعملية فنقل التاريخية، كما أجرى الإيتريون في جوبا بجنوب السودان تقييما لأنشطتهم التنظيمية. فقد احتفل الإيتريون في ستوكهولم السويدية بذكرى عملية فنقل، حيث خاطب الحفل القائم بأعمال السفارة الإيترية في الدول الاسكندنافية السيد يوناس مانا قائلا أن المناسبة تذكرنا بضرورة تعزيز المساهمة للدفع بأعمال التنمية والإعمار. وأشار إلى أن الدماء والأرواح التي قدمت في كل شبر من أرض إريتريا ويجب إحياء هذا التاريخ باستمرار وليس في المناسبات فحسب، كما يجب توريثه للأجيال المتعاقبة. وقدمت في المناسبة محاضرات ومعلومات عامة عن معارك سالينا في العام 1977 وعملية فنقل والعمليات التي حدثت بعدها. في غضون ذلك احتفل الإيتريون في أمستردام وروتردام الهولنديتين في الأول من فبراير بذكرى عمليات فنقل. وقال قنصل إريتريا في هولندا السيد سالوم المحاري أن عملية فنقل التي أطلقتها الجبهة الشعبية بثقة تامة أكدت نهاية الاستعمار في إريتريا وفتحت الباب للاستغلال، ويجب علينا الاعتزاز بالشهداء الذين سقطوا في العملية وتمجيدهم وتنفيذ أمانتهم، داعيا الإريتريين لتعزيز المساهمة في مرحلة السلام والبناء. واحتفل الإيتريون في ميلبورن الأسترالية بالمناسبة بتنظيم أنشطة ثقافية وفنية. وقدم قنصل إيتريا السيد محارتا خستيا توضيحا مفصلا حول العملية التاريخية، وأكد المشاركون على تعزيز التأطير والتنظيم والمساهمة لإنجاح برامج التنمية التي تشهدها البلاد. من جهة أخرى، أجرت السفارة الإيترية في جوبا في جنوب السودان في 9 فبراير تقييما لأنشطة التنظيمات الوطنية وقوى مهام الجبهة. وقدم السفير يوهانس تخلى ميكائيل تقريبا مفصلا عن أنشطة التنظيمات في السنوات الثلاث الماضية وأجاب على استفسارات المشاركين. وأوصل الاجتماع بضرورة إعادة التنظيم القوي لمواصلة الأنشطة بفعالية.
نظم مكتب وزارة الصحة في إقليم عنسبة دورة تدريبية لتسعين من أعضائه في القانون والمحاسب وحفظ الممتلكات، أشرف عليها خبراء القانون والمالية. وأوضح مدير المكتب الدكتور كسات برهان في افتتاح الدورة التدريبية أهمية التأهيل في الأنشطة اليومية، واشتمل التأهيل على القوانين المدنية والجنائية وكفاءة القدرة البشرية ومقياسها والمشتريات والممتلكات الحكومية والوثائق المالية وغيرها. وأوضح المشاركون أهمية الدورة التدريبية لتوسيع معرفتهم، مؤكدين على تطبيقها في أرض العمل. سيدتي سادتي، إلى فاصل ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. قفز عدد الوفيات وحالات الإصابة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في الصين بشكل كبير، مع تسجيل 242 حالة وفاة في يوم واحد في مقاطعة هوبي، إضافة إلى 15,000 إصابة جديدة. وبعد إعلان السلطات عن الأرقام الجديدة، بلغ عدد المتوفين 1355 شخصا على الأقل، والمصابين بنحو 60,000. وفي تحديثها اليوم، أكدت لجنة الصحة في مقاطعة هوبي بتسجيل 14,048 إصابة جديدة في هذه المقاطعة في وسط الصين، التي تشكل البؤرة التي بدأ منها انتشار الفيروس. وأعلنت الصين، قالت رئيس لجنة الحزب الشيوعي في مقاطعة هوبي مركز انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما نقلت وكالة شنخوا الرسمية عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. وتعرضت السلطات المحلية في هوبي ووهان الانتقادات النادرة من نوعها، وقيل خاضع للرقابة على شبكة الانترنت لتقليلها في البداية من حجم انتشار الفيروس. تمت السيطرة على جميع الحرائق في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية، التي تعرضت لأسوأ الأضرار وفق ما أعلنت أجهزة الإطفاء، في مؤشر إلى انتهاء صيف أسود أودى بحياة 333 شخصا في أنحاء البلاد. لكن الأمطار الغزيرة التي ساهمت في إخماد حرائق الساحل الشرقي للبلاد منذ سبتمبر الماضي تتسبب بفيضانات في أجزاء من الولايات، وتطرح مشكلات جديدة لبعض السكان. وأتت حرائق الغابات على أكثر من 10 ملايين هكتار في شرق البلاد، وأودت بحياة مليار حيوان، ودمرت أكثر من 2500 منزل. وغطى دخان هذه الحرائق سماء مدن كبرى بينها سيدني لعدة أسباب، كما تسببت بعزل مدن وبلدات، ما تطلب نشر عناصر الجيش لإنقاذ الأهالي المحاصرين. تبلغ الكلفة العالمية لتلوث الهواء الناجم عن الوقود الأحفوري 8 مليارات دولار في اليوم، أو ما يقرب من 3.3% من الناتج الاقتصادي العالمي، وفق ما قالت مجموعة أبحاث بيئية. هذا التقرير الصادر عن مركز أبحاث الطاقة والهواء النقي ومنظمة جرينيس جنوب شرق آسيا هو الأول الذي يقوم الكلفة العالمية لتلوث الهواء، وتحديدا الناتج عن حرق النفط والغاز والفحم. وأشار التقرير إلى أن البر الرئيسي للصين والولايات المتحدة والهند هي الأكثر تكبدا للخسائر جراء تلوث الهواء بالوقود الأحفوري، بما يقدر بحوالي 900 مليار سنويا. ووجد الباحثون أن الجسيمات الدقيقة الناتجة عن الاستخدام للوقود الأحفوري تسبب بوفاة 4.5 ملايين حالة وفاة مبكرة كل عام في أنحاء العالم، بما في ذلك 1.8 مليون في الصين ومليون في الهند. في أمان الله وحفظه.